إذا توضأت في منزلي وذهبت إلى المسجد وفي أثناء الطريق أحسست ببول أو ريح وأردت الوضوء فوجدت دورات المياه مغلقة لعدم وجود ماء بها فصليت بوضوء السابق، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ما دام أنه ما حصل منك ناقض للوضوء، وإنما أردت أنك تنقض الوضوء ثم عدلت عن هذا وصليت، ما في بس، أنت باق على طهارتك لأنه لم يحصل ناقض للوضوء، ومجرد النية والقصد هذا ما ينقض الوضوء، ما ينقضه إلا خروج الخارج وحصول الناقض، أما مجرد النية لا تنقض الوضوء. وإن كان يكره للإنسان أنه يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، لأن هذا يقلل من خشوعه ويقلقه في صلاته، قد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، هذا نهي كراهة، لكن لو صلى هذه الحالة فإن صلاته صحيحة مع الكراهة. نعم.